في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها فكت الحصار عن 28 عسكريا كانوا محاصرين في الرمادي إثر عملية إنزال جوي نفذتها طائرات تابعة للجيش. هذا ووصل وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.